باسم من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه. سجد الجبين لهيبته وركع الراكع لخشيته ودعا الداعي دعاءه يرجو رحمته وجنته إنه الله العلي الكبير اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم صلاة وسلاما على سر الأسرار نور الأنوار رحمة الله الواحد الغفار سيدنا محمد النبي الهادي المختار وعلى آل بيته الطيبين الأطهار. صلاة وسلاما على الذي هو ألف الألفة باء البهاء تاء التحلي زاء الثبات تاء الثبات جيم الجمال حاء الحلم خاء الخير دال الدلال وزال الذكر من المتعال وراء الرحمة الكبرى وزاي زي الوجود وسين السعود وشيم الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء التلال وضاء الظلال يا عين العناية وغيم الغاية وفاء الفتوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وهاء الهنا وواو الوفا ونام ألف توحيد لا إله إلا الله وياء الياقوت ينبوع الرحمة الكبرى سيدنا محمد رسول الله. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي أبا القاسم سيدي يا رسول الله. أيها الجمع الكريم الآن تلتقي موجاتنا العاملة مع موجات السماوات العلى وعلى شاشة المليك المقتدر وبأمر من يقول للشيء كن فيقول. هيا بنا نعطر المكان والأجواء بعطر القرآن الكريم. أدعو الآن إلى منصة التلاوة ذلكم العلم القرآني الإذاعي وديل القارئ الشيخ مصطفى سعيد عوض. أسأل ربي جل في علاه أن يفيض عليه من فيوضات القرآن الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
من الملائكة
إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله من
أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا
أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير واعتصموا
أصبغني واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة الذين هم لفروجهم حافظون
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في
قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم تبارك الله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك تبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله
فتح علقة فخلق العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أضاء المكان بنور القرآن وعزف القارئ الكريم على أوقار القلوب بآيات رب العالمين عشنا مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي قيلة القارئ الشيخ مصطفى سعيد عوض شاكرا لفضيلته وإلى حضراتكم جميعا وإلى كل من وفد إلى هذا المقام القرآني ليلة التكريم للراحل الكريم حج سيد مسعود القط رحمة الله عليه قدم بخالص الشكر والتقدير نيابة عن جميع عموم الأسر والعائلة الكرام الذين يشكرون كل من وفد إلى هذا المقام القرآني إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا كل الشكر والتقدير إلى مصور هذه الليلة القرآنية العالمية قناة المهندس أحمد الجعبري تصوير وإخراج كبرى الليالي القرآنية العالمية الشكر والتقدير إلى كبرى مخازن الفراشة ولؤلؤة السرادقات بمحافظة القليوبية وإدارة الحج عمر السرور وأولاده الشكر والتقدير إلى الحج مختار والحج فيصل أصحاب الهندسة الإذاعية والصوتية الناطقة باسم القرآن الكريم هندسة الكهربائية ومحطات الديزل الشكر والتقدير إلى أصحاب التراث العالمي للخدمات الفندقية تحت إدارة المتر أيمن العقبة وتنا إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام والبقاء لله وحده